يلا يلا، 4 مشتركين على المليون، 3 مشتركين على المليون، 2 فقط مشتركين على المليون. يلا 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 تكفون، فقط 2 اضغطوا على اشتراك. الحمد لله يا رب. الله مجهز شيء عشان نحتفل فيه مع بعض. اخيرا اخيرا. شكرا شكرا لكم. طبعا يا شباب، انا اكثر واحد طول على اليوتيوب عشان يوصل المليون مشترك. اظن انا حرفيا اخر واحد يوصل مليون. فتحت قناتي بعام 2010، اي من 11 سنة تقريبا. فهذا دافع لكم، لا تستسلموا ودائما اشتغلوا واجتهدوا عشان توصلوا للهدف اللي بدكم اياه في الحياة. مو شرط يوتيوب، لا، اي هدف بيحتاج تعب وجهد عشان توصل له. انا بكل صراحة فكرت كثير اني اترك اليوتيوب خلال 11 سنة، لانه اليوتيوب مو نفس اي منصة ثانية. اليوتيوب يحتاج تعب وجهد عشان تطلع فيديو واحد، فلما تتعب وتشتغل واخر شيء ما تلاقي دعم، تصاب باحباط بشكل جدا كبير. وراح اكون صريح معاكم بكل صراحة، اكتر شيء كان يحبطني انه في قنوات يوتيوب فتحوا من 2-3 سنوات ووصلوا مليون خلال سنة ممكن، وحاليا عندهم ملايين، وانا 11 سنة والى الان ما وصلت المليون. بعدين قلت لنفسي خلاص، لا تقارن نفسك بحد، اشتغل واجتهد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. طيب، انا قلت لكم اني فتحت قناتي ب 2010، وفيكم تشوفوا هالشيء من صفحة اليوتيوب نفسها، بس لو تشوفوا اول فيديو على القناة راح يكون ب 2012، اي من 9 سنوات تقريبا. كنت محمل كتير فيديوهات قبل 2012، بس كانت فيديوهات جودتها جدا سيئة. كنت اجيب لقطات حلوة بكول اوف ديوتي، مثلا اذبح 2 بطلقة سنايبر، فكنت اصورها من تلفوني من البلاك بيري، حتى الكاميرا كانت سيئة، واحملها على اليوتيوب. فب 2012 مسحت كل هالفيديوهات وبديت بداية جديدة مرتبة. فخلنا حاليا نروح ونشوف اول فيديو الي ب 2012، اي من 9 سنوات تقريبا. وهذا اول فيديو مثل ما شايفين، MW3 موب. MW3 اللي هو جزء كول اوف ديوتي الثامن، وموب اللي هو النيوك او القنبلة النووية اللي هو اعلى شيء في اللعبة قدرت اجيبه. كنت جدا لعيب وقتها. وبعدين التعريف عن نفسي، انه قاعد اعرف عن نفسي وكذا. الفيديو بعام 2012 مثل ما شايفين. طبعا اتذكروا بشار اللي حتشوفوه حاليا عمره 12-13 سنة تقريبا، وكانت الميزانية مضروبة، فجبت ميكروفون ابو 5 ريالات من البقالة. فتحملوا الشيء اللي راح تسمعوه حاليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ معكم بشار كيال او بشار كيكي، واليوم جاب لكم كومنتري بسيط اللي هو كومنتري التعريف عن نفسي. طبعا هذا اول كومنتري اعرف فيه عن نفسي. طبعا مثل ما شايفين كنت بالع المايك، حاطك في حلجي لجوا وقاعد اتكلم كله صوت هواء ونفخ، وميكروفون كان جدا سيء. بس ندري وقتها كيف فكرت انه واو فيديو جدا رهيب، اللي هو بعرف عن قناتي، بعرف عن قناتي، قناتي وش بحمل على قناتي. خلنا نشوف شو كنت بحمل على قناتي. بتكون قناة كول اوف ديوتي بس. كول اوف ديوتي، كول اوف ديوتي. ترى انا من وقتها لنهاية عام 2019 كان محتواي كله كول اوف ديوتي، فحرفيا يعني اللي كنت قاعد اقوله استمريت عليه 8 سنوات. او بعد قناتي بتكون فيها التوب 5 او 10. توب 5 او توب 10 من 2012 وانا قاعد اسوي فيديوهات توب 10 عشان تشوفوا، ما هي فكرة جديدة بالقناة ابدا. وهذا يا شباب تاني فيديو بالقناة واول فيديو توب 10 بتاريخ القناة. اي ثاني فيديو بقناتي هو توب 10، بس مو التوب 10 اللي متوقعينه، لا، هنا توب 10 لقطات كول اوف ديوتي. خلنا نشوفها مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ معكم بشار كيال او بشار كيكي، واليوم جيب لكم اول توب 10 حقي، وهو توب 10 لو بتشوفوا
أول فيديو الناس كتبوا لي بالتعليقات بشار تراك بالع الميكروفون، فثاني فيديو ضبطت الوضع يعني أتعلم بسرعة، بس المشكلة هنا إني كنت معلي صوت الموسيقى شوي زيادة عن اللزوم. طب خلينا نشوف مع بعض المرتبة العاشرة يستاهل يكون بالفيديو. المركز العاشر معانا سايلنت هيل، نبدأ مرتبة سايلنت هيل. سايلنت هيل يلعب ماب دوم. أوه دبل كيل، قتلتين من ورا الحيط. حلو 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 يا أخي، وطي الموسيقى وطي الموسيقى. وبعدها استمريت فيديوهات كول اوف ديوتي، وقتها كان في شيء دارج اسمه الكومنتري، اللي هو واحد يحط فيديو للعبة واغلب الاحيان كول اوف ديوتي ويعلق، يعني يسولف يتكلم عن قصة صارت له مع ابن الجيران وكذا، فكنت اسوي كذا واسوي توب 10 وحاول انوع. فالمهم ضليت كذا كذا كل فترة احمل كول اوف ديوتي انوع. عندي فيديو فيفا مثل ما شايفين، هذا اول واخر فيديو فيفا بتاريخ القناة. بعدين في عام 2014 اي بعد سنتين تقريبا اتجرأت ونزلت وجهي. طبعا من زمان باليوتيوب، بالذات اليوتيوب العربي بين 2010 و 2015 ما كان حد ينزل وجهه ابدا، كان كله يحط فيديوهات لعب كول اوف ديوتي فيفا ويعلق عليها بصوته. فهنا اتجرأت ونزلت وجهي ومدري شكلي كان جدا غريب. خلينا نشوفه. اوكي ودي اجيب لكم مقطع جديد. طبعا اليوم جايب لكم فلوج الخشه اخيرا. هذا وجهي اللي كان يسالني الخشه ولا خشه، قلنا فلوج. كان هيك اتكلم قدام الكاميرا كاني روبوت. بعدين بمنتصف عام 2015 نزل اعلان الزومبي بكول اوف ديوتي بلاك اوب 3، وهنا قناتي طارت بشكل مو طبيعي، لان صرت اغطي زومبي لان كنت احب اللعبه واحب القصه وكذا، ومن 10,000 مشترك نطت قناتي لل 100,000 خلال سنه واحده من ورا كول اوف ديوتي بلاك اوب 3. خلينا نشوف، هذا اول مره اشوف اعلان الزومبي هنا مع بعض. شباب معكم شركيال وشركيكي، ونجيب لكم فيديو جديد. طبعا شباب حاليا ما صلى 5 دقائق. ليش وقتها كان هيك شكلي جدا بريء جدا كيوت؟ مدري حاليا مدري هيك شكلي تغير. والله ايام ايام. وبعدها استمريت على محتوى كله كول اوف ديوتي بلاك اوب 3 وبالذات الزومبي. مثل ما قلت لكم زدت 100,000 مشترك، يعني 6 سنوات قبلها كان يا دوب عندي 8-10,000 مشترك، حاليا في سنه واحده زدت 100,000. بعدين للاسف انتهت لعبه بلاك اوب 3 ونزل اجزاء كول اوف ديوتي بعدها، بس كانت جدا فاشله وقناتي بدات بالانحدار. يعني من 2016 لتقريبا منتصف 2019 ما وصلت 200,000 حتى، مع انه ببلاك اوب 3 بسنه واحده زدت 100,000. فقعدت انوع احمل فورتنايت، اوفر ووتش، احاول احمل اخبار العاب، قاعد احاول اطلع بفكره جديده قدر المستطاع. وظل الوضع كذا، كل شوي اجرب شيء جديد ويفشل وارجع اجرب ويفشل، لحديت ما نجحت معاي بمنتصف عام 2019 من وراء هالفيديو اللي شايفينه قدامكم، 10 أشياء مخفية ما تعرفها عن البلاي ستيشن 4. هذا أول فيديو توب 10 بالقناة من نفس الفيديوهات اللي متعودين عليها حاليا. خلنا نشوف بداية الفيديو. تعالوا شباب معكم شركيال شركيكي، جا لكم فيديو جديد. طيب شباب أدري معظمكم معظم متابعيني عندهم جهاز الحين، شكلي تقريبا نفس كذا، مو نفس اللي شفتوه من شوي. وهذا أول فيديو بالقناة يدخل 1,000,000 مشاهدة. أتذكر بأول أسبوع دخل 100,000، فوقتها 100,000 بأسبوع كان رقم مستحيل أجيبه. فقلت أيوة أخيرا ضبطت معي، في نوع من الفيديوهات متابعيني حبوه اللي هو التوب 10، وكملت. هذا ثاني فيديو توب 10 سويته، عادات غريبة اللاعبين بيسووها، 1,000,000 مشاهدة. بعدين 10 أشياء راح تصير لك إذا وقفت لعب، 800,000. وظلينا مستمرين على التوب 10، ومو بس توب 10، ما بدي أحلب التوب 10 لا، بنوع مثل ما شايفين توب 10 وفيديوهات عادية. وظلينا مستمرين ليومنا الحالي لحديت ما دخلنا على 1,000,000 مشترك أو 1,000,000 أخ وصديق. قبل لأنهي الفيديو حابب أشكركم، مو على 1,000,000 مشترك لا، على شيء ثاني. السنة الماضية صار معي موقف كان أسوأ وأصعب موقف أمر فيه في حياتي كلها، لدرجة أني وقفت يوتيوب السنة الماضية من بداية شهر 2 لنهاية شهر 5، قريب ال4 شهور. اللي صار وقتها انه في دكتور اساء تشخيص وعلاج عيني
وكان رح يسبب لي العمى. ووقتها ضليت شهرين 3 شهور مفكر نفسي اني رح انعمي خلاص، لانه قالوا لي عندي التهاب بعيني وهالالتهاب بيسبب العمى. وكان وقت قلق، اكتئاب، خوف بشكل مو طبيعي. وبعدين رحت عند دكتور شاطر واكتشفت انه ما عندي التهاب ولا مشكلة بعيني ولا رح انصاب بالعمى الحمد لله. كل المشاكل والالتهاب اللي كان في عيني كان من وراء الدواء اللي قاعد يعطيني اياه الدكتور اللي اتابع عنده، ومجرد ما وقفته كل شيء انحل الحمد لله. بس ضل عندي شيء واحد والى يومنا مستمر من وراء الدواء، اللي هو صار بصري وين ما اتطلع اشوف نقط تتحرك بشكل جدا سيء. صار لي 1.5 سنة والى الان عندي هاي الشغله، قاعد احاول اتعالج بس شكلها ما لها علاج. فضلت مأثرة على نفسيتي لفترة جدا طويلة. بس المهم بعد هالحادثة رجعت بفيديو على اليوتيوب بشهر 6 السنة الماضية بعد ما كنت موقف قريب 4 شهور، وسويت فيديو وتكلمت فيه عن القصة بالتفصيل وعن وضع نفسيتي والكلام هذا كله. ومن وراء هداك الفيديو اكتشفت انه عندي اخوان، ما عندي مشتركين، لا عندي أصدقاء، عندي أخوان هنا على اليوتيوب. كمية التعليقات اللي يسألوا علي، يصبروني، يدعولي بالخير كانت مو طبيعية. ومن يومها إلى اليوم تجيني رسائل على الإنستغرام، على التويتر، تعليقات اليوتيوب. لما أفتح بث مباشر دائما بتجيني تعليقات إنه بشار طمنا عنك، كيف صار وضع عينك، ويدعولي بالخير. ومن وراء التعليقات والرسائل الجميلة بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، هذا الشيء خلاني أصبر وخلاني أكمل باليوتيوب، والحمد لله الحين وصلنا 1,000,000 مشترك، فشكرا لكم. فأي يا شباب، كذا مكون وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله قريبا راح تشوفوا تطور جدا كبير بالقناة، انترو جديد، صورة جديدة، فيديوهات التوب 10 راح تكون كل أسبوع قريبا. الغرفة عندي بالكامل راح أغيرها وتشوفوا ستب جدا رهيب للفيديوهات. وحاليا الهدف القادم أنه نوصل 2,000,000 مشترك بأقل من 11 سنة إن شاء الله، وكمان أني أوصل 100,000 مشترك على قناتي الثانية، قناة البث المباشر، راح تلاقيها هنا ولا هنا. نحن حاليا بحدود 75,000، فأتمنى تشتركوا عليها. وكمان نوصل 100,000 على الإنستغرام، كمان عندي بحدود 70,000، راح تلاقوا الرابط بالتعليق المثبت. فأي بس الله يعطيكم العافية جميعا، ونشوفكم بالفيديوهات القادمة. مع السلامة.